مع انتهاء التجربة انقطعت علاقتك بالكرة المصرية، ولا استمرت على الأقل متابعتك ليها، استمر تواصل منك مع بعض الموجودين اللي اشتغلوا معاك أو اللي كانوا بيتولوا المسؤولية في التوقيت ده؟ لا لا لا، أتابع الكرة المصرية عندما كنت مدرب بالأمر، كنت أتابع الأمر، لكن بعد انتهاء علاقتي بمصر كمدرب للمنتخب انقطعت علاقتي بعض الشيء. لكن لا أحد ينكر محمد صلاح سفير مصر في ليفربول، وكان سفير مصر في إيطاليا، وأتابع العديد من اللاعبين المصريين. طيب أروح معاك لملف بطولة دوري أبطال أوروبا، ويبدو أن المنافسات باديه في منتهى القوه، خصوصا ان احنا عندنا مواجهات من العيار الثقيل. خليني بدايه اشوف رايك في انطلاقه البطوله. عندنا طبعا ماتشين يمكن كانوا الاهم، خساره البارسا على ارضها من بايرن ميونخ، وخساره مانشستر يونايتد اللي الحقيقه عامل ميركاتو اكتر من رائع امام يانج بويز السويسري. ازاي شفت النتائج دي، وهل كانت مفاجاه بالنسبه لك؟ يجب أن تذكر أيضا يوفنتوس، لماذا لم تذكر يوفنتوس أمام مالمو؟ ويوفنتوس طبعا بالتأكيد. أقول لك قد رأيت بالأمس مباراتين كبيرتين، ثلاثة مباريات، بايرن ميونخ الفريق الأقوى في العالم حاليا الذي يسيطر ويهيمن على البطولات الأوروبية والألمانية. بايرن ميونخ يعتبر أقوى فريق الآن وقد يفوز بدوري أبطال أوروبا. ريال مدريد أيضا مرشح، اليوفا الذي لم تذكره هو أيضا يبقى مرشح رغم أنه يعاني في الدوري الإيطالي. لكن أقول لك أن دوري أبطال أوروبا هذا العام سيكون مليئا بالمفاجآت. طيب النهاردة عندنا ماتشين من العيار الثقيل برضو. عندنا ماتش الأول هيجمع بين الإنتر والريال، والماتش الثاني بين ليفربول وبين اي سي ميلان. إزاي بتشوف المواجهتين دول وبشكل عام، يعني سواء كنا بنتكلم على الانتر على الميلان على اليوفي، ماركو تارديلي ازاي شايف ازاي فرص الفرق الايطاليه والانديه الايطاليه في انها تكون منافس حقيقي على لقب تشامبيونز ليج؟ ما هو ديتو بريما ci sono nel campionato europeo ci sono squadre molto forti. في البطوله الاوروبيه هناك العديد من الفرق الاوروبيه الاقوياء، ليس فقط الثلاثه الايطاليين الذي ذكرتهم. هناك مانشستر سيتي قوي جدا ومرشح، هناك باريس سان جيرمان. عندما نتحدث عن المنافسه، لكن اذا لا انا بسال بس على فرص المنتخبات الفرق او الانديه الايطاليه في تحقيق اللقب. انا ادرك تماما انه بايرن ميونخ فريق مرشح او بطل مرشح ومحتمل، بي اس جي نفس الحكايه، مانشستر سيتي، لكن من وجهه نظر ماركو تارديلي هل الانديه الايطاليه عندها القدره على انها تنافس او انها تحقق لقب الشامبيونز ليج؟ إذا كنت تريد أن تعرف إذا كان الأندية الإيطالية قادرة على الوصول بعيدا في دوري أبطال أوروبا، أقول لك أن هذا الأمر صعب جدا بالنسبة للميلان وبالنسبة للإنتر وبالنسبة لليوفا. اليوفا لديه بعض الإمكانيات التي تؤهله للعب النهائي، لكن الفوز في دوري أبطال أوروبا صعب جدا، خاصة بالنسبة للإنتر الذي استغنى عن بعض اللاعبين في الميركاتو، والميلان الأمر صعب بالنسبة لهم. من أكثر من 10 سنين، نقول من 15 سنة، أو في الفترة حتى اللي أنت توليت فيها منصبك كمدير فني لمنتخب مصر، لما كنا بنتكلم على دوري الأبطال كنا لازم نحط يوفنتوس وإنترناسيونالي وإي سي ميلان كفرق مرشحة بقوة، وكان الميلان الحقيقة يمكن تحديدا في الفترة دي متفوق وباكتساح، وعدد ألقاب تشامبيونز ليج كبير جدا، يمكن هو الثاني من بعد ريال مدريد. إيه اللي حصل للكرة الإيطالية؟ ليه حصل التراجع ده على مستوى الدوري المحلي اللي فقد كتير من بريقه لصالح دوريات تانية، وعلى مستوى المشاركة في بطولات كبيرة زي بطولة تشامبيونز ليج؟ تتحدث عن أمر عظيم، انهيار الاقتصاد في إيطاليا. الفرق التي ذكرتها الآن، السيتي وبي اس جي وبرشلونة وريال مدريد، هؤلاء علية القوم في أوروبا ولديهم الأموال ويضخون الأموال. الإنتر الآن عندما فاز بالدوري الإيطالي العام الماضي، ماذا فعل الإنتر؟ قام بالاستغناء عن أقوى اللاعبين في الفريق، كما الاستغناء عن لوكاكو، عن أشرف حكيمي،
لماذا؟ كيف تفوز بدوري أبطال أوروبا وأنت تستغنى عن القوام الأساسي من أجل المال؟ لذلك نعود إلى الدائرة التي نجور فيها، المشكلة الاقتصادية التي تعاني منها إيطاليا والأندية الإيطالية، هذا كل ما في الموضوع. طيب، بمناسبة الكلام على الميلان، يمكن تصريحات، ويهمني أسمع تعليق ماركو تارديلي عليه، تصريحات من المسؤولين في نادي الميلان بيقولوا فيها أنه يجب علينا أن احنا نستلهم تجربة ليفربول عشان نرجع الميلان في الطريق الصحيح. متفق، مختلف، شايف إيه اللي ممكن يعمل النقلة للفرقة الإيطالية وخصوصا الاي سي ميلان؟ ليفربول لديه كل شيء، فريق عظيم ولديه تاريخ كما الميلان في إيطاليا، لكن أن يقوم المسؤولين في الميلان بأنهم يريدون تكرار تجربة ليفربول، أنا أود أن أوجه رسالة لهم من خلالك، هل لديكم أموال ليفربول؟ إذا دعنا نرى هذا. الأموال هي التي تصنع الفرق من وجهة نظر ماركو تارديلي، ولا في رؤية وفي قدرة على اكتشاف مواهب وفي قدرة على يعني اكتساب نجوم؟ يضحك ماركو تارديلي ويقول المال شيء هام، لكن عندما يكون اللاعب يجلب أموال لنادي والعكس صحيح، إذن المال يصنع الفارق بجانب اللاعب. متفق، وإن كانت تجربة زي تجربة بايرن ميونخ وهو فريق ما بيعتمدش على شراء نجوم بالملايين، ولكنه دايما عنده قدرة وعنده حظوظ في المنافسة على كل الألقاب. أروح معاك لملف جوزيه مورينيو، إزاي بتشوف حظوظه وإزاي بتشوف الموسم الأول ليه مع فرقة روما؟ لا نريد أن نتحدث عن حظ مورينيو، ليس محظوظ، مورينيو ماهر، ومورينيو لديها العديد من المؤهلات التي تؤهله لكي يدرب أعظم الفرق في العالم، وقد درب أعظم الفرق في العالم، درب الإنتر، درب ريال مدريد، ويستحق أن يدرب روما، وسيعود مع روما من البوابة الكبرى. مورينيو هو رجل مهم جدا للكرة الإيطالية. إيطاليا هذا العام لديها العديد من عظماء المدربين، لديها مانسيني، لديها سيموني إنزاجي، لديها مورينيو. إذا مورينيو سيصنع الفارق مع روما. مانسيني غير من شكله ومن طريقة وأسلوب الكرة الإيطالية بشكل عام، وظهر ده في اليورو 2020، وهل تتوقع أنه يستمر ويبقى عنده قدرة على المنافسة على لقب زي مثلا بطولة كأس العالم؟ يجب أن نعلم الشيء أهم، أن مانسيني قام بصنع الفارق وغير الطريقة الإيطالية. نحن سعداء في إيطاليا، مانسيني كان صديقا لي في المنتخب الإيطالي، نتحدث دائما، غير الكرة الإيطالية وغير العقلية وغير عقلية اللاعبين، وبدأ يضخ العديد من الشباب بجانب الكبار، وبدأت تظهر الجواهر الإيطالية. أقول لك يجب أن نحارب من أجل الفوز بكأس العالم، نستطيع أن نرى تارديلي آخر. بمناسبة أنه كلامك طبعا عن محمد صلاح، بأنه بما أنه واحد من أهم النهاردة النجوم في العالم كله، مش بس في إنجلترا أو في ليفربول، وبمناسبة كمان أنه انطلاقة صلاح تحديدا كانت في الدوري الإيطالي وتحديدا مع روما طبعا فترة سباليتي، ليه ما شفناش تكرار لتجربة صلاح؟ بما أنه كلامك على أنه الأندية الإيطالية ما عندهاش قدرات اقتصادية كبيرة جدا، كان من المنطقي أنه يبقى في محاولات لاستنساخ تجربة صلاح، بحث عن لاعب موهوب، صفقة ما تكونش مكلفة للأندية. وأعتقد أنك أنت دربت في مصر وشفت لاعبين كتير في مصر ممكن يكونوا تجارب ناجحة في الدوري الإيطالي. صلاح، يجب أن نتحدث أن صلاح طفرة في الكرة المصرية. عندما جاء إلى إيطاليا عبر بوابة فيورنتينا إلى إيطاليا ثم انتقل إلى روما، اللاعب اشتغل على نفسه وتعب وكان يتدرب كثيرا. صلاح طفرة، ويجب أن نحيي صلاح، وتم وتطور في روما ونشأ في ليفربول. لكن ليه ما كانش يكون في تفكير على انه يكون في كتير من اللعيبه المصريين؟ يعني اعتقد انه صلاح فتح الباب للاعبين المصريين لان هم يكونوا محترفين في دول اوروبا. اعتقد انه ايطاليا دايما هي حلم بالنسبه لكل اللاعبين المصريين. ما هو انا بيرو صلاح انا بريز
هذا ليس حقيقي لان الانديه الايطاليه كل يوم والوكلاء ينظرون دائما الى مصر، لكن صعب ايجاد محمد صلاح اخر، صعب بالعقليه. اللاعب ليس فقط يقوم بعمل الدريبلينج ويشجع الاهداف، العقليه الاوروبيه غير. صلاح نجح في تخطي ذلك وانا سعيد به. طيب اروح لملف كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي. انتقال ميسي طبعا في صفقه يعني اذهلت العالم كله او اصابت العالم كله بصدمه، من بارسا لبي اس جي، وانتقال ايضا رونالدو من اليوفي كان بمثابه صدمه لعشاق اليوفي، وانتقاله او عودته مره ثانيه لمانشستر يونايتد. من وجهه نظرك رايك في الصفقتين، وهل تتوقع ان هم يحققوا نجاح في المرحله دي من حياتهم في الملاعب مع الانديه دي، ولا ممكن تردلي يكون ليه وجهه نظر ثانيه؟ كريستيانو رونالدو يصنع الفارق في أي فريق في العالم لأنه كريستيانو رونالدو. وقل لك الشيء، كريستيانو رونالدو خروجه من اليوفي ليس بالمفاجأة، قام بعمل مشاكل مع الليجري وقام بعمل أشياء كثيرة رفضها أندريا أنيلي رئيس النادي ورفضتها إدارة اليوفنتوس، لأن مهما كان عظمة كريستيانو رونالدو اليوفي أعظم منه وسيبقى اليوفي فريق كبير. طريقة خروج كريستيانو رونالدو كانت مهينة لإدارة اليوفي ومسؤولين اليوفنتوس. هو ليس اعظم من اليوفي ولن يكون اعظم من اي فريق، لكنه يصنع الفارق اينما ذهب كريستيانو رونالدو. بس كل التقارير اللي اتكلمت على رحيل رونالدو من عن يوفنتوس كانت بتتكلم على عدم رغبه يوفنتوس في الحفاظ على رونالدو كواحد من لاعبيه. يعني القرار كان قرار اليوفي مش قرار رونالدو بالرحيل عن اليوفي. In Italia non si parla di questo. In Italia si parla che c'erano problemi economici. في إيطاليا لن يتحدثون على ذلك. هناك بعض الأمور المخفية شيئا ما، لكن أنا قريب من النادي وأذهب إليه دائما. الصحافة لديها حديث ونحن لدينا حديث والحقيقة لديها وجه آخر. المشكلة الاقتصادية هي التي أطاحت برونالدو خارج اليوفي. تتوقع إنه ميسي بالمناسبة برضه يحقق نفس النجاح اللي حققه لسنين طويلة جدا مع سكواد البارسا؟ يعني وجوده طبعا إلى جانب نيمار، دي ماريا، دراكسلر، امبابي، هل تتوقع أنه يقدر يحافظ على نفس مكانته كواحد من أفضل اللاعبين في العالم، يحقق نفس النجاح مع البي أس جي زي ما حصل مع برشلونة؟ ميسي ذهب إلى باريس سان جيرمان من أجل دوري أبطال أوروبا، يستطيع الفوز به. ميسي لوحده فريق، فما بالك بالذي يلعب بجانبهم الآن نيمار ودي ماريا وإيكاردي وفيراتي. ميسي لوحده يستطيع أن يقود فريق. طيب. وانا اعتقد ان ميسي سوف يحقق نجاح عظيم في بي اس جي. هوصل معاك لفقره الاختيارات، عايزك بدايه تختار لي اقوى ثلاث منتخبات من وجهه نظر ماركو تارديلي على مستوى العالم، واقوى ثلاث انديه من وجهه نظر تارديلي على مستوى العالم برضو. ما قاعد انا ناشيونالي بو فورتي sono sempre le solite. الثلاثة منتخبات الأقوياء دائما هما الذين التي تعرفهم أنت ويعرفهم الجميع، إيطاليا وألمانيا والبرازيل والأرجنتين، دائما لا نستطيع أن نقوم بإخراجهم من التصنيف. العظماء والكبار في عالم كرة القدم كثيرة جدا. أنا بالنسبة لي غريب أنك أنت تختار ألمانيا في التوقيت ده وتستبعد منتخب زي منتخب فرنسا او منتخب زي منتخب بلجيكا. انا لا اقول انني افضل المانيا، انا اقول ان منتخب بلجيكا عندما كان في دوري الامم الاوروبيه الاخير لم يقدم المستوى المردود منه. انت تتحدث عن الافضل والافضل من يفوز. ألمانيا عظيمة وتصنع دائما الفارق. بلجيكا ينقصها الشيء هذا. من حديثي معك أنت تتابع الكرة العالمية والكرة الأوروبية، لكن ماذا فازت بلجيكا؟ طيب وعلى المستوى الأندية، يعني من وجهة نظرك أقوى أندية على مستوى خلينا نقول أوروبا، ومين النادي اللي ممكن يكون بيقدم الكرة اللي بتمتع ماركو تارديلي؟ كل الكلاب اللي تبي تشي guardarlo.
A me il calcio piace tutto, mi piaceva molto il Barcellona di Anna, عشان كرة القدم كلها. Vero. لكن برشلونة دائما المفضلة لي، تكون لي كيف وقد خسروا بالأمس أمام بايرن ميونخ بالثلاثة. لكن البارسا التيكي تاكا ولدت في الكامب نو. وفريق يمتعني دائما. بي اس جي يمتعني. روما هذا العام أمتعني في الثلاثة جولات. أفضل ثلاث مدربين من وجهة نظرك؟ أفضل ثلاث مديرين فنيين. هناك مدربين كثيرين يستطيع ان يقول في ايطاليا فقط. لا في في اوروبا يعني in Europa, في, في اوروبا in Europa, in Europa. Parliamo di in Europa in generale in Europa non solo in Italia in Europa vogliamo لو ايطاليا هيبقى كونتي واليجري ومانسيني يعني مش محتاجه مش عارف تتفق ولا تختلف لكن خلينا نوسعها اكتر في اوروبا in Europa الأفضل بالنسبة لي ويستحق توماس توخيل مدرب تشيلسي قام ببناء فريق عظيم في تشيلسي فاز بدوري أبطال أوروبا غوارديولا دائما في المركز الأول والثاني ويعمل عمل عظيم مع مانشستر سيتي والمركز الثالث هناك العديد يجب أن تختاره أنت دعني أقول لك من هو الأفضل من وجهة نظرك اعتقد انه يعني هانس فليك من الاسماء المحترمه جدا جوارديولا لابد انه دايما يكون في الحسبان ومورينيو لابد ان احنا برضو باعتبار تاريخه والسي في كلهم اسماء محترمه امتى ممكن نشوف لاعب ايطالي بينافس على لقب افضل لاعب في العالم questo non lo so sinceramente è difficile poterlo dire أنت صريح وأنا سأكون صريح معك الأمر في إيطاليا صعب أن يقوم لاعب إيطالي بأفضل لاعب في العالم يجب أن يفوز اللاعب بأشياء كثيرة فازوا بدوري أبطال أوروبا جورجينيو مفضل هذه الأيام لن يوجد لاعب قد ينافس على أفضل لاعب في العالم من واقع مشوارك الطويل مستر تارديلي سواء كلاعب طبعا من اكبر الاسماء اللي لعبت لمنتخب ايطاليا او حتى كمدير فني لو طلبت منك توجه نصيحه للاعب المصري ايه ممكن ايه تكون الرساله او ايه النصيحه اللي تحب توجهها له giocatore egiziano forte conosco solo Salah إذا سمحت لي أن أفجر هذه المفاجأة دربت في مصر كثيرا وشاهدت العديد منهم اللاعب المصري القوي بالنسبة لي محمد صلاح ولا يوجد غيره يجب أن تتغير عقلية اللاعب المصري يجب أن يشتغل على نفسه كثيرا يجب أن يكون طموحه أوروبا والعالم أنت مصري من منهم لديه الطموح الذي لدى صلاح؟ أنا بعتقد إنه صلاح غير كتير في على أقل تقدير رغبة أو سقف الطموحات بالنسبة للاعبين المصريين، لكن تبقى العقلية مفيش شك ومتفق معاك بنسبة 100% هي الأهم، الموضوع مش موضوع قدرات وإمكانيات فقط لكن كمان المنتاليتي أو العقلية اللي تسمح للاعب بالتعامل مع كيانات محترفة مع منظومة كروية إلى حد كبير جدا متطورة في معظم دول أوروبا تبقى هي العامل الأهم والفارق الحقيقي. بشكرك شكرا جزيلا طبعا على وقتك وعلى مشاركتك معنا نجم الكرة الإيطالية ماركو تارديلي.